أكتر إشياء بيحاول يخبيها الإنسان هي الإشياء اللي بتبقى معمرة جواته مثل عواميد أساس البناية. إذا انكشفوا هالعواميد بيصير سهل أي حدا يهبطها بلحظة. شو؟ وعدني أنك رح تنساها وما بقى رح تفكر فيها. تعب وعدك وحياة تعب وحياة تعب طلع فيه يبروني هالعيوس وشتاق منهم. انت صارت يا نال.